ادخل انا. طيب يا طه ادخل. هلو هلو تعالي بس. انا مش مصدقه. هاي صلاح. هاي صلاح. هاي صلاح. طب انا كله هيعرف واحد بواحد ولا انا هتكلم مع كل واحد هيكلمني؟ انا كاميلا. هاي انا امينه. هاي صلاح. انا سيما. انا كاميليا. محمد. انا لوكا. هو ماكا بتلعب كوره زي هي اللي بتقول لك هي بتلعب كوره. بتلعب كوره بس بتلعب معايا يعني لسه ما راحتش نادي وكده لسه صغيره بس بتحب تلعب كوره. نو يور ليبس نوت بليدنج. لو ما فيش تمرين في النادي بتتمرن في البيت؟ تقصد في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي ولا تقصد في العادي عامه؟ لا اقصد في العادي. لا في العادي ده لازم بتمرن في البيت يعني ومعظم الوقت حتى لما بتمرن في النادي برجع اتمرن في البيت. بتتمرن كام ساعه في اليوم؟ في العادي في النادي بيبقى في التمرين ما بين 3 4 ساعات مثلا. وانت صغير كنت متخيل انك هتوصل للمستوى ده؟ بص هو مش بالظبط اللي انا شايفه ان انا دي اللي انا كنت بعدل فيه دايما في دماغي انا ان انا كل ما اوصل لحته معينه انا عايز اوصل لها ابدا اعلي من طموحي شويه. يعني اول حاجه قلت انا عايز احترف وطلعت رحت بازل وبعدين وانا في بازل قعدت مع نفسي قلت طب انا عايز ايه تاني؟ هرجع مصر ولا هفكر ان انا اوصل لمرحله بعد كده؟ فكان ده تفكيري طول الوقت. رحت تشيلسي نفس النظام لما طلعت فيورنتينا اعاره قلت وانا عايز افضل هنا ولا اروح نادي احسن. ففضلت بقى تفكيري يتغير بالشكل ده. ازيك يا صلاح؟ ايه اصعب ماتش لعبته؟ طب ثانيه واحده ممكن تخليكم معايا ثانيه واحده؟ معلش يا جماعه هو الاوضه اللي احنا كنا فيها كانت حر بشكل وهي مش قادره فكان لازم اغير الاوضه. بس ممكن تفتح الباب شويه مكان؟ مش عارف بس لو انا هاجي ابص انا من ناحيتي في ماتشات صعبه قوي كانت في المنتخب ممكن اختار ماتش الكونغو. كان اصعب ماتش الكونغو انك عشان فاضل ماتش واحد او ماتشين تكسب على ارضك تصعد كاس عالم بعد 28 سنه. طب هو ايه اكتر حركه بتحب تحتفل بيها؟ عارفه الفاينل احتفلت ازاي؟ لما انا جبت الجول شفتها؟ دي تقريبا في الفاينل تشامبيونز ليج كانت هي قالت لي قبل الماتش اعملها لو جبت جول فانا عملتها عشان كده. يا صلاح انت عرفت ان انت كنت هتحترف في اوروبا؟ انا لعبت في المقاولين وانا عندي 16 سنه فلما بتبدا تلعب فريق اول انت لما بتبقى طفل وبتلعب كوره عادي بيبقى الموضوع بالنسبه لك عادي. انا نفسي بس العب فريق اول نفسي بس اشوف ملعب مع الفريق اول. فلما بتلعب فريق اول بتبقى تفكيرك يتغير. طب انا ناوي اعمل ايه؟ بدات بقى في الوقت ده اللي هو ابدا افكر انا هعمل ايه؟ عايز العب فريق اول وافضل في مصر ولا عايز العب فريق اول واحترف بره؟ فانا في الوقت ده في 16 17 سنه بدات اقول لا انا عايز احترف بره. هاي صلاح هو انت بتحب تروح فين في الاجازه؟ في الاجازه نادين صح؟ ازيك يا نادين عامله ايه؟ عندك كام سنه؟ تسعه. تسعه؟ لسه صغيره يعني. في الاجازه على حسب يعني بحب دايما في اجازات كتيره بحس ان انا ممكن اقضيها مع اهلي شويه اقضيها مع اصحابي شويه وبعدين بيبقى في وقت الاخر كده. طبعا العيله كده كده العيله ممكن تبقى الاول او في النص يعني بس يعني بيبقى اصل الوقت اللي هو في اسبوع او اسبوعين بيبقى مع العيله بس ان انا مديلهم كل الوقت ده من الاجازه فاللي هو معاهم طول الوقت باخد برده معاهم اسبوع او اتنين. انت زهقت مني؟ ممكن تفتح الشباك ده ما انت بتنفخيش. ومش حاسه بقيمته والله العظيم. نعم. Why am I just being quiet and waiting till we guys have to talk? You can talk if you want. I don't know what you're talking about right now. They can ask you in English and you can answer. Can I finish my answer? My answer? Thank you. وفي طبعا في الاخر بيبقى في اسبوع كده بحب اقضيه لوحدي خالص او اربع خمس ايام لوحدي خالص خالص اللي هو بقى اريح دماغي وجهز نفسي للموسم الجديد. لما بتنزل ماتش جامد بتبقى قلقان؟
مش في قلق اللي هو انت قلقان عشان تكسب، يعني لو بتلعب تشامبيونز ليج وانت عارف انك لو خسرت هتخرج فبتبقى قلقان طبعا، انت مش عايز تخسر، بس في التوتر اللي هو بيبقى زياده عن اللزوم بقى اللي يخليك مش عارف تلعب. ده يعني افتكر مع الوقت لما بتبدا تلعب كوره في بدايتك تبقى عندك الشعور ده، انت مش عارف تغيره، مع الخبرات واللعب الكتير بتقدر تسيطر عليه. يعني صراحه هي اهم حاجه ان انا اكون لعيبه كويسه. بصي مفيش حاجه معينه اقدر اقول لك دي الحاجه اللي هتخليكي لعيبه كويسه، بس فينك لو عندك حلم معين انت عايزه تحققيه خليكي بس واثقه ان انت هتحققيه. ده الدافع او الحافز اللي بتقدري او اللي بيقدر يزقك لقدام طول الوقت. فلو انت عايزه تطلعي لعيبه كوره الموضوع بيبقى صعب طبعا، وفي في بعض المجتمعات بيبقى الموضوع معقد شويه ان هم الناس تقبل بنت تلعب كوره وكده، بس طالما انت عندك حلم تحققيه فخليكي بس متمسكه فيه واشتغل عليه، وانا متاكد ان انت توصلي له. انا مبسوط قوي ان البنات في مصر اصلا بداوا ياخدوا حقهم في حته ان هم يلعبوا كوره دي. كل واحد فيكم عنده حلم يتمسك بيه ويخليه واثق بس ان هو هيعمله، وانا مبسوط ان انا اتكلمت معاكم، ولو في فرصه ان شاء الله ان اشوفكم في مصر هشوفكم. يلا يا جماعه، باي باي. باي باي باي. انت كمان ممكن يبقى عندك فرصة تسأل صلاح وتتابع كل اخباره على عالم محمد صلاح. اشترك دلوقتي وكلم نجم 11 شباك. فودافون، عزوتنا ملايين.